السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، بسم الله نبدأ الدرس الأول لجدول الضرب في 5 ليوم الأحد. أولا سنقوم بمراجعة لما سبق شرحه من أن الضرب عملية تبادلية. الضرب عملية تبادلية، قمنا بشرح بعض المسائل كجمل الضرب 3 ضرب 2، هي نفسها جملة الضرب لو قمنا بتبديل الأعداد 3 ضرب 2 نفس 2 ضرب 3، حيث أن ناتج 3 ضرب 2 يساوي 6 وناتج 2 ضرب 3 يساوي 6، لكن الفرق كان في خطوات عملية الضرب أثناء الحل. ب3 ضرب 2 نحن في جدول 2، في 2 ضرب 3 نحن في جدول 3. أما ممكن مسألة أخرى 4 ضرب 2 ناتج 8 و2 ضرب 4 الناتج 8، الفرق في الخطوات فقط، ولكن الناتج يعطينا الناتج نفسه. 4 ضرب 3 مثلا يساوي 12، ولو قمنا بتبديل الأعداد 3 ضرب 4 فالناتج نفسه 12، ولكن الفرق في الخطوات. لنقم أولا بالعد خمسات للدخول في جدول الضرب في 5. العد خمسات 0 5 10 20 25 30 35 40 45 50. مرة أخرى 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. والآن عزيزي الطالب، جد ناتج ما يلي باستخدام خطوات الضرب يا بطل. سنقوم بعرض جملة الضرب في جدول 5 2 ضرب 5. أنا الآن في جدول 5، لنرى لأن العدد 5 هو العدد الذي في الوسط، 2 ضرب 5، إذن أنا في جدول 5. لكن قبل ذلك، بما أن الضرب عملية تبادلية، سنرى بمقابل هذه جملة الضرب، هذه 2 ضرب 5، جملة الضرب 5 ضرب 2. نحن نعرف أن الناتج 5 ضرب 2 يساوي 10، وبخطوات الجمع المتكرر أكرر الاثنان 5 مرات لأنني في جدول الاثنان، وبالرسم أرسم 5 مجموعات وبكل مجموعة عنصران، وبالكتابة 5 اثنينات لأني أعد اثنينات. وجملة الضرب نرجع لنفس جملة الضرب، 5 ضرب 2 يساوي 10 مع الناتج 10. أما خط الأعداد أقفز 2، 0 2 4 6 8 10، أقوم بالتأكد من عدد القفزات، يجب أن يكون 5 قفزات، 1 2 3 4 5. هذا في جدول الاثنان عندما تكون جملة الضرب 5 ضرب 2. هنا ألاحظ أن قمنا بتبديل الأعداد 2 ضرب 5. يا ذكي، هل تعرف ما الناتج قبل أن نقوم بخطوات الضرب؟ أكيد، فالناتج هو نفسه 10، لأن الضرب عملية تبادلية، لكن الفرق هنا سيكون في خطوات الضرب. 2 ضرب 5، بخطوات الضرب الجمع المتكرر والرسم والكتابة وجملة الضرب وخط الأعداد سنقوم بحلها سويا. خطوة الجمع المتكرر 2 ضرب 5، أنا في جدول 5 لأن العدد اللي في المنتصف هو 5. الجمع المتكرر سأقوم بتكرار الجدول الذي أنا به، 5، الخمسة سأقوم بتكرارها، إذن عدد المجموعات كم؟ 2، عدد مرات التكرار 2، إذن الخمسة سأقوم بتكرارها مرتان، 5 + 5، لأن عدد مرات التكرار 2 وأنا في جدول 5. بالنسبة لخطوة الرسم، سأقوم برسم كم مجموعة؟ 2، وداخل كل مجموعة 5 عناصر. لنرى 2، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية 2.
داخل كل مجموعة 5 عناصر. إذن 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. لدي مجموعتان وداخل كل مجموعة 5 عناصر. بالنسبة لخطوة الكتابة، أنا في جدولي 5 وأعد 5 5 وليس 2 ولا 3 ولا 4، أعد 5. حسناً، كم 5 لدي في جملة 2 ضرب 5؟ لدي 5. لدي 5. كم 5 لدي؟ 5. حسناً، أما في جملة الضرب، نعود لكتابة نفس جملة الضرب في السؤال. 2 ضرب 5 يساوي الناتج 10. طبعاً جميعنا نعرف أن الناتج 10، لأننا قمنا سابقاً بمعرفة أن 5 ضرب 2 يساوي 10، ولذلك 2 ضرب 5 يساوي 10. خط الأعداد، بالنسبة لخط الأعداد سأقوم بالقفز كالتالي: 0 5 10. أعد 5 على خط الأعداد. لا تنسى أن العد على خط الأعداد في جدول 5 سيكون 5، وأقفز قفزتان لنتأكد من أن عدد القفزات صحيح. قفزة، قفزتان، إذن لدي 2 لأصل إلى الناتج. دائما في خط الأعداد أصل إلى الناتج 10. إذن 2 ضرب 5 يساوي 10. في جميع الخطوات يتبين لدي أن الناتج يساوي 10. الجمع المتكرر 5 زائد 5، في الرسم مجموعتان وفي كل مجموعة 5 عناصر، في الكتابة 5، وفي جملة الضرب 2 ضرب 5 يساوي 10، وخط الأعداد أقفز قفزتان في العد 5 لأصل إلى الناتج 10. لنردد: 5 ضرب 2 يساوي 10، و2 ضرب 5 يساوي 10. 5 ضرب 2 يساوي 10، 2 ضرب 5 يساوي 10. أحسنتم. لننتقل الآن لجملة الضرب 3 ضرب 5. ما رأيكم أن نبدل الأرقام ب5 ضرب 3 كما أخذناه سابقا في جدول 3؟ 5 ضرب 3 يساوي، نعم، 15. لنرى ونستذكر خطوات الضرب في 3 في جملة الضرب 5 ضرب 3. 5 ضرب 3 أعد 3، والجمع المتكرر 3. 3 نكررها 5 مرات، 3 نكررها 5 مرات، والرسم أرسم 5 مجموعات في كل مجموعة 3 عناصر، والكتابة 5 3، وجملة الضرب 5 ضرب 3 يساوي 15. خط الأعداد أقفز عليه 3 لأني في جدول 3، وأعد القفزات 1 2 3 4 5. هذا ما تم سابقا في جملة 5 ضرب 3، لكن اليوم بالنسبة لجملة 3 ضرب 5 أنا في جدول آخر، وهو جدول 5. 3 ضرب 5 أنا في جدول 5، وعدد مرات التكرار هي 3، عدد المجموعات 3، والخمسة هي العنصر المتكرر في كل مرة. خطوة الجمع المتكرر، سأقوم بكتابة الرقم 5 كم مرة؟ 5 مرات، هكذا أكرر 5 3 مرات. أما بالنسبة لخطوة الرسم، سأرسم كم مجموعة؟ 3 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. 3 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. ثلاث
مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 5 عناصر، لأني في جدول 5. الآن 3 4 5. اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. بالرسم إذا لدي 3 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. خطوة الكتابة، كم 5 لدي هنا؟ 3 5. أسأل نفسي كم 5 لدي؟ 3 5، حسب جملة الضرب 3 5، وأكتب. ثلاثة خمسات، ثلاثة خمسات. جملة الضرب، أعود لكتابة نفس جملة الضرب في جدول 5 المعطى لي. 3 ضرب 5 ويساوي 15. 3 ضرب 5 يساوي 15. 3 ضرب 5 يساوي 15. خط الأعداد، أقفز على خط الأعداد 3 قفزات، لكن ماذا أعد على خط الأعداد؟ أعد 5 لأني في جدول 5. 0 5 10 15. أصل إلى الناتج كالمعتاد وأعد القفزات، 1 2 3، 3 قفزات تصل بي إلى الناتج 15. أكرر يا أبطال، 5 ضرب 3 يساوي 15، و3 ضرب 5 يساوي 15. أنا هنا في جدول 5، 3 ضرب 5 يساوي 15، 3 ضرب 5 يساوي 15. جملة الضرب التالية، 4 ضرب 5، أيضا أنا في جدول 5. أصبحت تعرف يا بطل أننا نقارن بين 5 ضرب 4 و4 ضرب 5، كما في المسائل السابقة، بحيث أن الضرب عملية تبادلية. 5 ضرب 4، سبق وأن تكلمنا بأن خطوة الجمع المتكررة لها نكرر الرقم 4 لأننا في جدول 4 5 مرات، ونرسم 5 مجموعات، في كل مجموعة 4 عناصر. وبالكتابة، كم 4 لدي؟ 5 4. أسأل حسب الجدول، كم 4 لدي؟ كم 5 لدي؟ وأقوم بالكتابة، 5 4. جملة الضرب، 5 ضرب 4 ويساوي 20. 5 ضرب 4 يساوي 20. إذن في جدول 4 5 مجموعات داخل كل مجموعة 4 عناصر. الكتابة 5 4، وجملة الضرب 5 ضرب 4 يساوي 20. إذن أنا أعرف أن 5 ضرب 4 يساوي 20. إذن 4 ضرب 5، لو قمنا بتبديل الأعداد 4 ضرب 5 سيكون الناتج نفسه 20، لكن الفرق في الخطوات. خط الأعداد للعد 4، 0 4 8 12 16 20، أصل إلى الناتج 20 لكن ب5 قفزات. أما بجملة الضرب 4 ضرب 5، فأنا سأقوم بتكرار 5 لأني في جدول 5. أركز، أنا في جدول 5، إذن لأنه العدد بالمنتصف جدول 5، هذا الفرق بين 5 ضرب 4 و4 ضرب 5، الاختلاف في الجداول. أنا هنا في جدول 4، هنا في جدول 5. 4 ضرب 5، أكرر 5 4 مرات.
قمت بتكرار 5 4 مرات. بالنسبة للرسم أرسم 4 مجموعات، 5 5 عناصر داخل المجموعة، 4 مجموعات، مجموعة الأولى، مجموعة الثانية، 3 مجموعات، 4 مجموعات. لدي هنا 4 مجموعات، في كل مجموعة سأقوم بوضع 5 عناصر. نضع 5 عناصر في كل مجموعة. اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، 5 عناصر. 1 2 3 4 5 عناصر. 1 2 3 4 5 عناصر. إذن لدي 4 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. خطوة الكتابة، كم 5 لدي؟ 4 5. أعد 5 وأكتب 4 5 بخط مرتب وجميل. 4 5. جملة الضرب، أكرر نفس جملة الضرب، 4 ضرب 5 ويساوي 20. أنا أعرف الناتج سابقا من جملة الضرب، 5 ضرب 4 و4 ضرب 5 نفس ناتج 5 ضرب 4 20. خط الأعداد، أصل إلى الناتج 20 أيضا كما هنا، 20 20، الناتج 20، لكن هنا عدد القفزات 5، لأني في جدول 4 5 قفزات، لكن هنا 4 قفزات، 1 2 3 4، في العد خمسات أقفز 4 قفزات لأصل الناتج 20. 4 ضرب 5 يساوي 20. أردد، 5 ضرب 4 يساوي 20، 4 ضرب 5 يساوي 20، 4 ضرب 5 يساوي 20، 4 ضرب 5 يساوي، نعم، 20. أحسنتم. انتهينا الآن من كون الضرب عملية تبادلية بفرق بين عدد من المسائل قمنا بشرحها سابقا، لكن الآن سنقوم بإعطاء جمل ضرب كالتالي: 5 ضرب 5 لإكمال جدول 5 بعيدا عن العملية التبادلية. 5 ضرب 5 يساوي، سنجد ناتج 5 ضرب 5 بخطوات الضرب: الجمع المتكرر والرسم والكتابة وجملة الضرب وخط الأعداد. أولا، 5 ضرب 5، أنا في جدول 5، العدد في المنتصف، مهما كان عدد المجموعات هنا فأنا أنظر هنا لأنني في الجدول الذي أقوم بالحل عليه، جدول 5. الجمع المتكرر، سأقوم بتكرار العنصر 5 كم مرة؟ مرات التكرار 5 مرات، 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5. نقوم بعدها للتأكد منها: 1 2 3 4 5. انتهينا من خطوة الجمع المتكرر، أكرر الرقم 5 5 مرات. الرسم، أرسم كم مجموعة؟ 5 مجموعات، داخل كل مجموعة 5 عناصر. لنرسم سويا 5 مجموعات، 1 2 3 4 5، 5 مجموعات داخل كل مجموعة 5 عناصر.
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. الآن أنهيت خطوة الرسم، خمس مجموعات، في كل مجموعة خمسة عناصر كما يلي. أما بخطوة الكتابة، كم خمسة لدي؟ خمسة وخمسات. خط مرتب وجميل. جملة الضرب، أعود لكتابة نفس جملة الضرب. خمسة ضرب خمسة ويساوي، أسف، خمسة ضرب خمسة ويساوي، لنعد خمسات سويا، خمسة، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون. إذن الناتج خمسة وعشرون. خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرون. خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرون. خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرون. لنقفز على خط الأعداد، أولا أتذكر بأن خط الأعداد يبدأ بصفر، يبدأ خط الأعداد بالعدد صفر، وأعد على خط الأعداد حسب الجدول الذي أنا به. أنا بجدول الخمسة، أقوم بالعد خمسات لأصل إلى الناتج صفر، خمسة، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون. عدد القفزات يجب أن يكون على عدد المرات التكرار اللي هي خمس قفزات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس قفزات لأصل إلى الناتج خمسة وعشرون. لنردد سويا، خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرون. خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرون. أحسنتم. جملة الضرب التالية، سنجد ناتجها باستخدام خطوات الضرب. ستة ضرب خمسة يساوي، لنقوم بحل جملة الضرب هذه باستخدام الجمع المتكرر. خمسة زائد خمسة. نتأكد من عدد الخمسات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست خمسات لأن مرات التكرار هي ستة وأنا في جدول خمسة. الرسم، سأقوم برسم سأقوم برسم ست مجموعات، داخل كل مجموعة خمسة عناصر. قمت برسم ست مجموعات داخل كل مجموعة خمسة عناصر كالتالي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، داخل كل مجموعة خمسة عناصر. الكتابة، كم خمسة لدي هنا؟ ست خمسات أو ست خمسات. بخط مرتب وجميل. جملة الضرب، ستة ضرب خمسة، أقوم بكتابة نفس جملة الضرب، ستة ضرب خمسة يساوي، لنعد سويا، خمسات، خمسة، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون، ثلاثون. إذن ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثون. ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثون. أقفز على خط الأعداد، خمسات، أبدأ من الصفر، صفر، خمسة، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون، ثلاثون. أقف عند الناتج ثلاثون، ناتج ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثون. أقوم بعد القفزات للتأكد، قفزة، اثنتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست قفزات. إذن ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثون. ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثون. أردد، ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رياض ومدارس الوطن العربي، أهلا وسهلا بكم. سنبدأ درسنا ليوم الاثنين، وسنكمل ما قمنا بشرحه سابقا في جدول الخمسة. دعونا نستذكر معا كيف نعد خمسات. صفر، خمسة، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون، ثلاثون، خمسة وثلاثون،
أربعون، خمسة وأربعون، خمسون. أحسنتم. لقد قلنا في الحصة السابقة أن الضرب عملية تبادلية، بحيث إذا قلنا 3 ضرب 2 أو 2 ضرب 3 بتبديل الأرقام المتشابهة سيعطي الناتج نفسه، لكن الخطوات مختلفة. واليوم سنكمل عمليات الضرب في 5. لدينا المسألة التالية: جد ناتج ما يلي باستخدام خطوات الضرب لجملة الضرب 8 ضرب 5. قبل ذلك دعونا نستذكر سويا جمل الضرب السابقة. هيا معا. 2 ضرب 5 يساوي 10. 3 ضرب 5 يساوي 15. 4 ضرب 5 يساوي 20. 5 ضرب 5 يساوي 25. 6 ضرب 5 يساوي 30. 7 ضرب 5 يساوي 35. احفظ جيدا. الآن سنقوم بحل مسألة الضرب 8 ضرب 5 بخطوات الضرب السابقة للذكر: الجمع المتكرر، الرسم، الكتابة وجملة الضرب وخط الأعداد. هيا معا. أولا، خطوة الجمع المتكرر. لنقم سويا بحل خطوة الجمع المتكرر. لدي أنا في جدول الخمسة أولا، ولدي 5 عناصر، أما المجموعات 8 مجموعات. أكرر الرقم 5 8 مرات. كم مرة أكرر رقم 5؟ 8 مرات. 4 5 6 7 8. لنعد سويا لنتأكد من صحة الحل: 1 2 3 4 5 6 7 8. نعم. خطوة الرسم، سأقوم برسم 8 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. لنرسم سويا. لقد قمنا برسم 8 مجموعات وفي كل مجموعة 5 عناصر. أما بخطوة الكتابة، أقوم بكتابة كم 5 لدي؟ 8 5 أو 8 5. بخط جميل ومرتب، 8 5. جملة الضرب، أعود لكتابة جملة الضرب: 8 ضرب 5 يساوي 8 ضرب 5 يساوي، نعم، 40. لنعد 5 سويا: 5 10 15 20 25 30 35 40. إذن 8 ضرب 5 يساوي 40. 8 ضرب 5 يساوي 40. خط الأعداد، أقفز من الصفر وأعد 5، لأني في جدول 5 أعد 5: 0 5 10 15 20 25 30 35 40، لأصل إلى الناتج، ناتج 8 ضرب 5 ويساوي 40. أكرر: 8 ضرب 5 يساوي 40. الآن جملة الضرب التالية: 9 ضرب 5. 9 ضرب 5 بنفس الخطوات السابقة، لكن نزيد العدد 5 في كل مرة. الآن سأقوم بكتابة خطوة الجمع المتكرر 9 مرات. لنقوم بالتأكد منها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 5. خطوة الرسم، سأرسم 9 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. 9 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. لنرسم سويا. قمنا الآن برسم 9 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. 9 مجموعات، في كل مجموعة 5 عناصر. إذن
إذن في كل مجموعة 5 عناصر. الكتابة 9 ضرب 5. كما أقرأ أكتب أو أسأل نفسي كم 5 لدي؟ 9 5. أكتب 9 5. جملة الضرب، أكتب نفس جملة الضرب، 9 ضرب 5 ويساوي 9 ضرب 5 ويساوي 45. 9 ضرب 5 يساوي 45. إذا قمت بالعد 5 إلى أن أصل إلى العدد 9، بالعد 5 سأصل إلى الناتج 45. 9 ضرب 5 يساوي 45. خط الأعداد، خطوة خط الأعداد، نبدأ من 0 إلى الناتج 45 بالعد 5، ولكن أتأكد من أن عدد قفزاتي يساوي 9 قفزات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 قفزات. إذن الحل صحيح، وتسعة ضرب خمسة يساوي 45. 9 ضرب 5 يساوي 45. أكرر، 9 ضرب 5 يساوي 45. جملة الضرب التالية، 10 ضرب 5 يساوي. بخطوات الضرب الجمع المتكرر قمنا بتكرار 5 10 مرات. أكرر الرقم 5 10 مرات. أما بخطوة الرسم أرسم 10 مجموعات، وبكل مجموعة 5 عناصر. 10 مجموعات فيها 5 عناصر في كل مجموعة. الكتابة 10 5. 10 5. جملة الضرب 10 ضرب 5 يساوي 50. 10 ضرب 5 يساوي 50. أقفز على خط الأعداد 10 قفزات إلى أن أصل إلى الناتج 50. إلى أن أصل إلى الناتج 50، 10 قفزات بداية من الصفر ونهاية بالناتج. 10 ضرب 5 يساوي 50. أكرر، 10 ضرب 5 يساوي 50. واجب اليوم الاثنين، تسميع الجداول السابقة 1 و2 و3 و4 بالإضافة إلى جدول 5 من 2 ضرب 5 إلى 10 ضرب 5. لا تنسى يا بطل، احفظ جيدا. أما الواجب التالي، جد ناتج ما يلي باستخدام خطوات الضرب 8 ضرب 5، 9 ضرب 5 و10 ضرب 5 باستخدام خطوات الضرب السابقة الذكر. يعطيكم العافية.